من صدفان بدي رحب بكل سمع برفقنا إن كان مباشرة على الهواء على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني وباقي المنصات يلي عم نطل عبرها. أصدقاء المستمعين، اليوم رح نروح إلى شق قانوني تنتعرف على محكمة العدل الدولية، وأكيد يلي عم يصير بغزة بيدفعنا تنسأل كتير أسئلة قانونية بالعالم. هل القانون هو أقوى من السلطة ومن الحرب ومن السياسة، أو أنه بتبقى السياسة والحروب هي القوة المطلقة؟ أسئلة مطروحة لكن الأجوبة رح تروح إلى القانون أكثر، مع ضيفنا المحامي الأستاذ مارون أبو كاسم، محامي في الاستئناف وباحث دكتوراه في القانون. أهلا وسهلا فيك ماتر أبو كاسم. رح بلش بالبداية هيك، نحن اليوم عم نلاحظ أنه جنوب أفريقيا راحت إلى محكمة العدل الدولية. مين هي هيدي المحكمة؟ شو بتعمل هيدي المحكمة؟ كيف الواحد بيشتغل فيها؟ كيف بيتقدم لها؟ شو المعطيات؟ رح أترك لك تشرح لنا أو تعرفنا أكثر شو هي محكمة العدل الدولية. أول شيء بدي أتشكرك ست هلا على استضافتك بهيدي الحلقة، وبدي أتشكر هيدي الإذاعة الكريمة، وبتمنى تكون حلقة منتجة إذا الله رد إن شاء الله. بس لنبلش نحن ولنشرح للمشاهدين والمستمعين، لنشرح بالدرجة الأولى يعرفوا ما هي محكمة العدل الدولية، لنقدر نرجع نفوت أكتر بالتفاصيل الموضوع الساعة اليوم يلي هو الشكوى يلي تقدمت فيها جنوب أفريقيا بحق دولة العدو الإسرائيلي. بالدرجة الأولى، محكمة العدل الدولية هي جهاز قضائي الرئيسي للأمم المتحدة، أنشئ ب 26 حزيران عام 1945، والهدف منها كان أنشئ بموجب ميثاق الأمم المتحدة. اليوم تعرفوا أنه الأمم المتحدة بيخضع لميثاق، ميثاق الدول المؤسسة اللي من ضمنهم لبنان، والكبير شارل مالك اللي هو ساهم بهذا الميثاق وساهم بشكل جدي بوضع هذا الميثاق. بضمن الميثاق بالمادة الأولى، المادة 7، المادة 36، وحتى بالفصل 14 كامل نحكى عن محكمة العدل الدولية كجهاز قضائي للأمم المتحدة. محكمة العدل الدولية بتبت بالخلافات التي تحصل بين الدول، وأيضا تعطي استشارات قانونية بالقضايا اللي بتعرض عليها الأمم المتحدة أو الأجهزة اللي ممكن أن تلجأ لها. أي خلاف بيصير بين دولتين اليوم بيلجأوا لمحكمة العدل الدولية. من هي الدول الخاضعة لهذه المحكمة؟ الدول الخاضعة لهذه المحكمة هي جميع الدول المنتسبة للأمم المتحدة. اليوم نحن في عنا 193-194 دولة جميعهم خاضعين لهذه المحكمة، وأكثر من هيك ممكن، يعني إن كان موقع مع المحكمة أو مش موقع مع المحكمة، ما في مجرد ما يكون عضو في الأمم المتحدة هو خاضع لهذه المحكمة. إنما يجوز لدول غير منتسبة للأمم المتحدة، نحن نعرف كثير دول حاليا غير معترف فيها بالأمم المتحدة أو غير منتسبة للأمم المتحدة، يجوز أن تلقائيا تلجأ لهذه المحكمة. القانون تلجأ كمدعي أو تلجأ كمدعي عليها بالصفتين. يمكن أن تلجأ بالصفتين لهيك القانون بيذكر قانون إنشاء هذه المحكمة. اليوم القانون المطبق، القانون الذي تطبقه هذه المحكمة هو القانون الدولي. ما هو القانون الدولي؟ هو مجموعة الاتفاقات الدولية والمعاهدات يلي منبثقة عبر التاريخ عن جمعية الأمم سابقا وعن أمم المتحدة حاليا، أبرز من قانون الإنسان الدولي، قانون منع الإبادة الجماعية وعدة قوانين. كمان هو القوانين منبثقين عن الأمم المتحدة، صح؟ كلهم يعني كلهم، قانون الإنساني والقانون، قانون الإنساني الدولي هو قانون الحرب، قانون منع الإبادة الجماعية، في عدة يعني لا تعد ولا تحصى المعاهدات، حتى القرارات الدولية اللي هي بصيغة أو بشكل قانون تنطبق أيضا، يعني تطبقها هذه المحكمة.
نعم. طيب مين قضاة هذه المحكمة؟ أي قانون دولي؟ أي قانون يعني قلت حضرتك تخضع إلى هذه صح. القوانين، بس هذه القوانين منبثقة عن الأمم المتحدة أو في اجتهادات قانونية حسب من يكون يترأس هذه المحكمة؟ مزبوط. اليوم هذه المحكمة مثل كافة المحاكم بيرأسها رئيس وفي نائب رئيس بيكون، ومؤلفة من 15 عضو، تلتهم منتخب وتلتهم معين. الأعضاء هذه المحكمة يجب أن يتمتعوا، بيكونوا أكيد ممثلين لدولهم، ممنوع يكون في أكتر من دولة واحدة ممثلة بأكتر من شخص. المندا تبعولهم 9 سنين بعد ما يتم انتخابهم، والشروط ليتم انتخابهم هي الشروط يلي بتطلبها أي عمل قانوني أو قضائي لحتى يكون يعني مش ضروري يكون هو قاضي، يعني مش ضروري يكون قاضي، قاضي يكون ممكن بس عنده الشروط والمؤهلات العلمية الكاملة لحتى والسيرة الذاتية الحسنة وكل هدول الأمور لحتى بتأهله أنه يكون بهيدا المنصب. كرمال هيك منلاقيهم القضاة الموجودين عندهم خبرة بالعمل القانون الدولي أو بالعمل الإنساني أو بخير الأمور. نعم. هل في من لبنانيين داخل 15 قاضي؟ في منهم لبناني للمصادفة، تعين سنة 2018، يعني الموضوع بيخلص تبعه 2027. هو القاضي نواف سلام يلي لمع اسمه مؤخرا في لبنان آخر السنتين عندما طرح لأحد المناصب السياسية كرئيس حكومة. صحيح. وفي قضاة 2 غير عرب، في قاضي من المغرب وقاضي من الصومال. بس أكيد القاضي عندما يكون عضو في هذه المحكمة عليه أن يتجرد من كافة الانتساب للخلفيات ويحكم بالعدل والإنصاف. وإلا بيعرض نوعا ما يعني على القليل إعلاميا أو 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 لأحد الطرفين إنهم يكونوا يتعرضوا للشك بنزاهة هذه المحكمة، وهذا الشيء صار وبيطلبوا كف يده يعني أو صح. أو إزاحته، بس الإزاحة بتكون بقرار من أعضاء المحكمة وبانتخاب سري، يعني القرار بيتاخد بشكل سري بالأغلبية إنه أحد الأشخاص لازم نشيله إذا كان في أي علامة استفهام حوله هو. ماتر، حضرتك عم تقول أنه تخضع محكمة العدل الدولية إلى القوانين الدولية بتطبقها عبر المحاكمات. مزبوط. لكن وقتها صدر لنقول حكم أو شبهة أو قرار ظني أو ما بعرف شو، شو آلية التطبيق هون؟ 100%. هلا لنكون نحن قبل نوضح شغلة، اليوم هيدي المحكمة قلنا بتطبق القانون الدولي اللي ذكرناه، ويمكن للمحكمة أن تطبق مبادئ العدالة والإنصاف. ممكن؟ يمكن لها. يمكن أو لها. ملزمة بها. لا يمكن لها. يعني هي ممكن حتى الأطراف ممكن يطلبوا أنه تطبق مبادئ العدالة والإنصاف يلي هي المبادئ العامة اللي بتعتمد عليها جميع المحاكم. اليوم المحكمة العدالة والإنصاف يعني التسوية؟ يعني لا أبدا، يعني لا. يعني روح من روح العدالة، أنا بشوف أنه لو ما فيها القانون بنص أنه هيدي مثلا ممنوعة أو غيره، بس أنا كإنسانيا أو أخلاقيا هذه الشغلة ما لازم تصير، ها هي مبدأ العدالة والإنصاف. اليوم هيدي المحكمة ناظرة بأكثر من 130 قضية. بتصدر هالمحكمة نوعين من الأحكام، الأحكام المؤقتة أثناء السير بهذه، القرارات المؤقتة أثناء السير بالمحاكمة، والأحكام النهائية. الأحكام النهائية، الحكم النهائي اللي بيصدر عنا هو حكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن. يعني اليوم ما فيها أي طرف يرجع يستأنفه، بحق له يعمل شغلة واحدة يطلب تفسير هيدي الأحكام. أما القرارات المؤقتة يلي هي مثل غيرها من القرارات اللي بتصدرها المحاكم العادية، مثل ما بدل اسم عليها هو قرار مؤقت، يعني تدبير تلجأ إليه المحكمة غير نهائي يمكن الرجوع عنه أثناء السير بالمحاكمة لضرورات معينة، وهذا الشيء القاية اللي اليوم عم بصير هلا نرجع نتطرق له. مدة المحاكمة، هل هنالك مدة معينة؟
اليوم القانون لا يعين ولا يلزم أعضاء المحكمة بمدة معينة، وبكل أسف هذه المحاكمات على مر التاريخ أثبتت أنه عم تاخد سنين، يعني أقل قضية أخذت أكتر من 5 إلى 10 سنين، 12 سنة في بطء بالمحاكمات، وهذا هو أصلا سمة القانون الدولي. إنما القرارات المؤقتة يمكن أن يتم اتخاذها خلال أسابيع أو أشهر قليلة، لأنه بطبيعتها هي قرارات مؤقتة. هلأ مثل ما قلنا نحن، ما هي سبل تنفيذ هذه القرارات؟ يعني هل هي إلزامية هل هي غير إلزامية؟ اليوم نرجع للأساس، أنه هي جهاز من جهاز القضاء الرئيسي للأمم المتحدة. هل هذا القرار الذي يصدر عنه هو ملزم؟ ملزم بالشكل، إنما عمليا لا يوجد أي طريق لتنفيذه وإلزام الدولة يلي بيصدر الحكم بوجهه، إلا رجع اللجوء إلى مجلس الأمن. مجلس الأمن بهذه الحالة إذا رفض الدولة يلي صدر الحكم بحقها أنه تنفذه، في عنده الحل الأساسي أنه يطلع قرار مجلس أمن بحقها، أو بأسوأ الحالات، يعني بأقصى الحالات، بيلجأ اللي كلنا بنسمعه الفصل السابع بالأمم المتحدة، اللي هو تدخل مباشر للعالم. العقب الأساسية اليوم نحن بنعرف أنه أي قرار بده يصدر عن مجلس الأمن في حق النقد الفيتو يلي بيتمتعوا فيه 5 أعضاء دائمة العضوية، اللي هن أمريكا، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين. وبكل بالإجمال، إذا أي دولة كبرى أو حليفة لها كانت عم تتعرض لقرار مجلس أمن معين صادر عن هيدي المحكمة، بتستعمل حق النقد الفيتو، وحكما خلص بيوقف القرار، بيوقف تنفيذه. وهذا شيء صار مع الولايات المتحدة الأمريكية بقضية نيكاراغوا، بس تشكت عليها وإجا مجلس أمن بده يصدر قرار واستعملت حق النقد الفيتو. حتى الولايات المتحدة الأمريكية نزعت صفة الإلزامية عن قرارات هذه المحكمة. من هذا المنطلق بنقول أنه صحيح هذه القرارات ملزمة، صحيح أنه في آلية لتطبيقها عبر مجلس الأمن، ولكن مدى نجاعتها أو مدى تطبيقها عمليا غير متوفر. نعم ماتر، خليني هيك استنتج وصحح لي. يعني محكمة العدل الدولية بكل قراراتها وبكل شغلة لزوم ما لا يلزم، معلش خليني يعني فيش خلقة هيك، لا لنكون يعني لنكون واقعيين، انه اذا هالمحاكمات كلها اللي بدها تاخد بين 5 و10 سنين وتوصل الى معطيات، وفي حدا بنقد فيتو بقول لا للعدالة، وكون هي مفروض تكون عاملة قرار عدالي او حكم عادل بشكل او باخر، لزوم ما في اول شيء، في مش كل الحالات ممكن تنطبق عليها هيدي الشغلة. في كتير نزاعات، نزاعات الحدود كمان، نزاعات الحدود حتى مثلا في نزاع حدود بين ليبيا وجارتها تونس على الجرف القاري، يعني تم صدور قرار بحقه. في كتير نزاعات حلت. هلا في بعض النزاعات صحيح مثل ما قلت لك، انا رحنا على الاكستريم على اسوأ الحالات طبعا. يلي ما بيتطبقوا، ولكن على الاقل يكون هنالك صوت في هذه ال ال ال, ال, ال المعمعة الكبرى، صدر وصوت حق للأعلام وللإنسانية وللتاريخ، أنصف أقله المدعي بهيدا الحق، وثبت أن هنالك جرم معين أو هنالك ارتكابات معينة بحقه. وممكن بعدين بعد فترة ما بتعرف شو بصير يرجع يصدر قرار جديد. نعم. يعني اليوم بتعرف التحالفات بالسياسي غير طبعاً كل شيء، خلط الأوراق قابل لكل شيء، صحيح، وحتى بيشكل ضغط معنوي وضغط رأي عام على هيدا الشخص المدعى عليه. يعني اليوم بغض النظر إذا ما تطبق القانون، ولكن حيصير في ضغط رأي عام عليه، واليوم نعرف نحن الرأي العام والإعلام له صورته كتير كبيرة وبيخوف أكبر دولة، وهذا الشيء اللي اليوم عم بصير حتى بالوضع بالحرب بغزة. طيب متر أبو كسم، هيدا شكل محكمة العدل الدولية، بعض بيقولوا عنها محكمة الجنايات، شو بتفرق بين محكمة العدل وبين هون؟ في خلط
غلط بصير بين المحكمتين. هن جهازين مختلفين. محكمة العدل الدولية مقرّة بلاهاي، وهي الجهاز الوحيد التابع للأمم المتحدة مقره خارج نيويورك. محكمة الجنايات أو محكمة الجنائية الدولية هي محكمة مختلفة عنا. محكمة العدل الدولية كما ذكرنا تختص بمحاكمة الدول. محكمة الجنايات المحكمة الجنائية الدولية تختص بمحاكمة الأفراد عن جرائم الحرب التي يرتكبونها. مين مرجع المحكمة؟ كمان مرجع الأمم المتحدة، ولكن تختص بمحاكمة الأفراد. وفي كتير حالات حاليا، آخر واحدة إذا بتتذكر صارت بموضوع المجازر اللي صارت بكوسوفو، تحاكم أحد القاضي التابعين للعرق الصربي بهذا الموضوع، وصدر قرار ويومتها اعترض وأخذ الحبة وانتحر. نعم. طيب ماتر، تعرفنا على محكمة العدل الدولية، تعرفنا على شو الفرق بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية والمرجعية وحدة هي الأمم المتحدة لاثنينتهم. بدي روح عند القوانين الدولية، يعني القانون مثلا يلي هو باتفاقية منع الإبادة الجماعية. صح. يلي اليوم مبني عليها الشكوى. شو هو موضوع الإبادة الجماعية؟ وكل واحد بيقرأ كمان في عدة تفسيرات لقلو. شو بتفرق؟ يعني مثلا شفنا بغزة، رح أقول مواصفاته، في عائلات أبيدت من القيد. مزبوط. يعني عائلات. صح. يعني وقت يكون في إبادة لسبعين وثمانين عائلة بيوم واحد، ما هيدا ما هو اسمه إبادة؟ يعني البعض بيقول إنه الإبادة وقت يموت كل الشعب، بس وقت يموت كل الشعب ويبطل في حدا يحكي عنه، هونيك بتصير. نعم. الإبادة. فيك تفسر لي هيدا الأمور؟ أول شيء اليوم لنوضح شغلة، في صدر عام 1948 اتفاقية الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. هيدي الاتفاقية صدرت أيضا عن الأمم المتحدة، وللمفارقة صدرت عقب الإبادة الجماعية التي حصلت بحق اليهود بأوروبا، معروفة بالهولوكوست. الإبادة الجماعية تعريفها هي الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية. تدمير يعني بالجغرافيا وبالبشر. مزبوط. نعم. وكلي يعني أو جزئي. كلي أو جزئي، يعني سواء تم بشكل كامل أو بشكل جزئي. الأهم يعني كل الحروب هو القصد من إبادة الشعب. نعم. اليوم الحروب بتتم بين جيش بجيش. نعم. وبيكون في حرب. نعم. بينما بس تتحول من معارك عسكرية بين جيشين إلى قصف، إلى نوع من إنهاء وجود لجماعة معينة تبعا لانتماء الديني أو العرقي أو المذهبي أو القومي أو الإثني، إنهاء عن منطقة جغرافية معينة عبر القتل، هون منكون ارتقت تعلت هيدي الموضوع من معارك حرب إلى إبادة جماعية. وبدي استذكر بهيدي الحالة اليوم بحضرة هيدي الإذاعة الكريمة المأساة، بكل أسف، الإبادة اللي تعرضت للطائفة الأرمنية الكريمة، يلي لليوم ولا المفارقة بعد دولة تركيا ترفض الاعتراف بأن إبادة تعتبرها أيضا من ضمن الحرب. وبعد اليوم صرنا أكثر من 100 سنة عن هيدي المجازر، ولليوم الشعب الأرمني ما قدر ياخد حقه، حتى اعتراف انه صار في إبادة بحقه. بس كمان الإبادة ما لها تاريخ زمني. صح. مع مرور الوقت بس أبداً. مشان البعض يقول يعني يمكن متغيرات سياسية بعد 100 سنة الأرمن يرجعوا ياخدوا حقهم، وفلسطينيين ياخدوا حقهم. أكيد. وكل واحد ياخد حقه، يعني إذا الله فيش إلا اليهود أخدوا حقهم بالعالم، وبعدهم عم يدفعوا أوروبا لليوم. مزبوط. تمن هولوكوست البعض وألمانيا بالذات. الأفعال اللي تم ارتكابها بحقهم.
نعم، حضرتك قلت بالقانون الإبادي هو تدمير جزئي أو كلي، مزبوط، لمجموعات صح. موجودة ليست عسكرية، مجموعات لا أبداً. مدنية 100%. نحن مش عم نحكي عن مجموعات عسكرية، عم نحكي عن مجموعات هي يعني مجموعة قوم بيكون منتمي لإله أشخاص، سواء لانتماء إتني أو قومي أو عنصري أو ديني. يعني اليوم مثل اللي صار بالشعب الأرمني هو قومية ودينية، مثل اللي صار بالشعب اللبناني نوعا ما أثناء بالمجاعة هو كمان قومية اللبنانية وديني، مثل اللي صار باليهود هي حصرا ديني، مثل اللي صار بالأصحاب البشرة السوداء بجنوب أفريقيا هي الهنود الحمر عنصرية. كمان بأمريكا يعني الهنود الحمر هي قومية إثنية، يعني في عدة أمور بتصير. بموضوع الإبادة، قانون الإبادة، مرجع محكمة العدل الدولية أو فينا صح مرجع الشخصين، ولكن عفوا الجهازين، ولكن تبعا للأطراف المتنازعة من نقي المحكمة المختصة. يعني إذا اليوم إذا دولة أو من أو شخص للمفارقة أيضا أنه الدولتين جنوب أفريقيا وإسرائيل موقعين على هذه المعاهدة، وحتى أكثر من هيك دولة العدو الإسرائيلي هي أول دولة موقعة على هذه المعاهدة فملزمة فيها. خلينا نروح مباشرة أستاذ مارون أبو كاسم تنسأل عن الشكوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. جنوب أفريقيا مش متضررة مباشرة، يعني دولة إسرائيل دولة فلسطين منه موجودة في سلطة فلسطينية. كيف بتروح دولة عن دولة تقدم، أو جهة عن جهة تانية تقدم هذا الموضوع، وإذا انضم عدد أكبر إلى جنوب أفريقيا بأثر هيدا الشيء أكتر خلال المحاكمات؟ أول شيء لنكون نوضح شوي الصورة. اليوم جنوب أفريقيا هي دولة داعمة للقضية الفلسطينية، ولهذا ما كتير بيعرفوه خاصة بالدول بلبنان والدول العربية، هي من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية. وحتى اليوم في قطع للعلاقات الدبلوماسية بينها وبين دولة العدو الإسرائيلي بسبب المواقف التي تتخذها جنوب أفريقيا داعمة للشعب الفلسطيني. بمبدأ شو؟ بمبدأ الخلفية، يلي انه جنوب افريقيا هي دولة عانت على مدة سنين من التمييز العنصري والإبادة يلي صارت بحق شعبه من طرف ضد طرف اخر، وكلنا بنعرف نيلسون مانديلا والمعاناة والحياة يلي عاشها، رمز يعني واصبح رمز بهذا الموضوع. بيعتبر انه مثل ما صار في تمييز عنصري بحق الشعب، جزء من الشعب، اليوم في تمييز عنصري ضد الشعب الفلسطيني. وطلع الصرخة بأكثر من محل خاصة بالمؤتمر الأفريقي، وصلت فيه الأمر أنه في خلاف بينه وبين دولة إسرائيل. واليوم على الصوت دولة جنوب أفريقيا على المجازر يلي عم ترتكب من قبل العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، لأنه ما في بقى برأي جنوب أفريقيا أي شخص عم يردع العدو، وما لاقى شخص أيضا يتقنم بهذه الشكوى. بالمنطلق التاريخي الداعم لها توجه إلى محكمة العدل الدولية استنادا إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية اللي اتنيناتهم معين عليها، وقدم بشكوى بوجه دولة العدو الإسرائيلي لإدانتها بهذا الموضوع. موضوع الشكوى هو هدفين. الهدف الأول هو اتخاذ قرار مؤقت بإيقاف الأعمال العسكرية بحق قطاع غزة. هون صار في زكاة
لأنه كنا عم نقول إنه إذا بناخد قرار نهائي بدأ سنين. لا. فطلبوا لا. بداية كان في قرار مؤقت. فشل بمجلس الأمن وإنه يكون في وقف لإطلاق النار. مزبوط. فاستعمل القضاء بدل السياسة. بدل السياسة. نعم. والسند إنه عم بصير في إبادة جماعية. بالناحية الثانية. الهدف بهذا يطلعوا قرار إدانة لدولة العدو الإسرائيلي. اليوم المرتكز الأساسي للشكوى تبع جنوب أفريقيا مثل ما قلنا هي قانون الإبادة الجماعية. دولة اليوم المحكمة بس بدها تبلش تنظر فيها، بدها تعطي أول شيء إذا هل هي مختصة بالشكل. نحن شرحنا بالبداية أنه المحكمة مختصة بالشكل كون الدولتين أعضاء للأمم المتحدة يخضعون لهذه المحكمة، وكون الدولتين أيضا موقعين على اتفاقية منع الإبادة الجماعية. فمن حيث الشكل قبلت المحكمة سوف تقبل يعني الشكوى. لا بلشت المحكمة سمعت لهم بس لا. ممكن بعدين تقول أنه أنا ما عندي اختصاص، بس قبلت عمليا هذه الشكوى. سوف بالدرجة الثانية بدأت تشوف أنه هل هنالك فعلا إبادة جماعية وهل ينطبق عليها قانون الإبادة الجماعية يعني اتفاقية تحقق منع تحقق الإبادة يعني. الجماعية ولا لا. وهون الادعاء الجنوب أفريقي عم بيعمل واجباته، والدفاع دولة العدو الإسرائيلي عم تجرب تصد ملزم فيه. ملزم الطرف المدعي عليه يكون حاضر. هيدا سؤال كتير لأنه كتير كان ملفت. يعني إسرائيل عم تقول مزبوط. هذا هراء، هذا سخيف، هذا أمريكا عم تقول ليس من هناك من إبادة وتحقق بهذا الموضوع، بس أنه شفنا أطراف حضور. مزبوط. هل ملزم أنه أو فيها تقول أنا غير معنية صح. بالشكوى القانون لا يلزم أحد المدعى عليه أنه يحضر، فيها تقول أنا ما بدي أحضر. ولكن الملفت للأمر أنه دولة العدو الإسرائيلي إجت وحضرت. ليش برأيك؟ لا تبرر من بعد قانوني صح لما تخلي لا مش من بعد قانوني من بعد سياسي بحت، لما تخلي تقول أنه أنا ما جيت لأنه اليوم بتعرف اللي بيتهرب عن محاكمة معينة بيكون نوعا ما عم بيثبت ارتكابه لهذا الفعل. لا تيجي تقول أنا ماني مرتكبة، أنا ما عندي شيء خايف منه وأنا جاي دافع عن حالي. الادعاء الجنوب أفريقي عم بيقول أنه الجرائم يلي ارتكبتها أو اللي عم ترتكبها دولة العدو الإسرائيلي ترتقي إلى الإبادة الجماعية. وأكثر من هيك، النية لدى دولة إسرائيل هي ارتكاب مجازر جماعية بالاستناد إلى تصاريح صدرت عن مسؤولين. وزير الدفاع، أعضاء الكنيسة ومسؤولين بدولة الكيان. نعم. الرد الإسرائيلي بيكون أنه وعم يرتكز بشكل أساسي أنه ما في مجزرة، هي أعمال حربية بوجه مجموعة مسلحة اللي هي حماس. لم تبدأ، ليست دولة إسرائيل هي من بدأت بس هيدا ببرر انه ما هي ما بدات صح بس صح لا اكيد ما ببرر هي انا عم بحكي وجهه الادعاء والدفاع انا عم بحكي هي مش بدات، هي عم ترتكب اعمال بحق عسكريين تابعين لمجموعه مسلحه مش بحق مدنيين والاطفال كمان يعني شو بده يحكي الواحد لا يحكي بكل اسف. وعم بتقول انه هالتصاريح من صادر عن مسؤولين بالسلطة التنفيذية، عم بتكون عن صادر عن ناس بالمعارضة أو من المتشددين اللي ما عندهم صفة. كمل هيك إذا بتنتبه أحد الوزراء يلي أصدر تصريح إنه لازم نشيل كل غزة أقلوا أكو وزير الثقافة أقيل نعم كرمال ما يقولوا أنه حدا عنده صفة. هني انتبه دولة العدو الإسرائيلي هي دولة كتير كتير ذكية وقانونية بتعرف أنه الأبعاد عندها خبرة بعض نظر سنوات صح خاصة معنا نحن المجازر اللي ارتكبت بحق شعبنا. ومن هالمنطلق اسمحي لي وجه تحية لشعب اللبناني الصامد بالجنوب طبعاً. أنا ابن الجنوب
الله يحمي الجميع يا يا هالمعاناة يلي عم بيعنوها, بس هالصمود يلي فعلا عند كل جميع أبناء الكرة من كل الطوائف متمسكين بأرضهم رغم الاعتداءات اليومية المتكررة بحقهم يلي عم بتصير من قبل العدو الإسرائيلي. وأكيد تحية وإجلال وفخر للشعب الفلسطيني يعني بغزة يلي عم بيعاني, وما في ما في أي اثنين بغض النظر عن بعد السياسي وغيره, ما في أي اثنين ممكن يجادلوا عن موضوع المعاناة والحرب يلي عم يتعرض له والظلم يلي انتعرضوا له الأطفال والمدنيين بقطاع غزة. استاذ بس بدي ارجع للموضوع, اسرائيل حضرت صح. بس من منطلق سياسي تقول انه نحن مش خايفين من شيء, نحن عنا تبرير لكل شيء. طيب في أدلة يعني الوزير عدل الجنوب أفريقيا قاد فريق الدفاع صح. مش الدفاع الادعاء إلى الآخر وأخذ أدلة, وحضرتك قلت أنه كمان الذكاء من الطرف الآخر أنه إقالة وزير صح. اعتبار هذا الموضوع غير حتى هيك. الحضور بحد ذاته خطوة ذكية. لا بدي أوصل لمحل يعني كمان في شيء تاني مرفت, تهجير الإسرائيلي لأهالي غزة, وحكي عن وطن بديل لإلهم إن كان بالعالم العربي أو تهجيرهم, هيدا نحكى عن لسان بعض الوزراء. مزبوط. هذا ما بيعتبر إبادي أو مش من ضمن الإبادي حكما؟ نعم. كيف تعاطوا معه بهيدا الشيء؟ التعاطي صار الإسرائيل دايما عم ترفع مسؤوليتها عن هذا الموضوع, عم تقول أنا ما إلي عليها بالموضوع كله, أنا عم بستهدف تجمعات عسكرية. اتحاد جنوب أفريقي بيقول في 21,000 ضحية, هل كلهم عسكر؟ في أكتر من 5-6,000 طفل توفوا, هو أكيد مش عسكر. في شيء اسمه خطأ مسموح لقلوه بخلال المعارك؟ الإسرائيل بتقول عم بتعمل أعمال ضد أهداف عسكرية, وقد ما فيها عم تتجنب المدنيين وإنما بتعرف الحج دايما إنه المسلحين بياخدوا من المدنيين دروع وغيره. بس اليوم مش بس الأعمال العسكرية والقتل هي إبادة جماعية, اليوم التجويع يلي عم تتعرض له غزة, الحصار الاقتصادي الغذائي حتى التكنولوجي, ما في اتصالات, الدفع الشعب لحتى ليه يترك أرضه, هي كله مظاهر للإبادة الجماعية. شو الادعاء الجنوب أفريقي بيقول أنه في حصار, الدفاع العدو الإسرائيلي بيقول أنا مني عامل حصار, أنا مني ملزم أفتح الحدود معه, بس أنا مش مسؤول عن الحدود الجنوبية لقطاع غزة. عم بتكب المسؤولية على مصر. امبارح كان في سجلات مسؤولية او المسؤول عن معابر رفح هي الدولة المصرية, وهي يلي مسكرته, وهي يلي مانع الدخول والخروج منه. واكتر من هيك عم تقول انا ما عندي جغرافيا, ما عم بعمل حصار صحي او غذائي, والدليل على هذا الشيء نحن سمحنا بإنزال مساعدات من قبل الدولة الأردنية ببعض المستشفيات وغيره. حجج كل شخص بده يدافع, ولكن طبعا. أعتقد أنه الحقيقة ساطعة. الحقيقة ساطعة. استاذ مارون قديش يعني فينا نعتمد اليوم بهذا العصر وبمحكمة العدل الدولية على ما هو فيديو, على ما هو وثائق مصورة, على ما هو يعني مثلا أطنان من التفجيرات يلي صارت؟ يعني في أرقام, حكيت عن أرقام ملفتة كانت بالتفجيرات صح. تقابل أو توازي قنابل ذرية 3 أو 2, هيدي كلها مش أدلة صحيح. واقعية اليوم القانون المحكمة يسمح بجميع وسائل الإثبات, يعني مش انه مثل ما نحن بنعرف ببعض المحاكم او بعض القوانين الاشياء الشخصيه صح بالامور المدنيه وغيره, في كتير امور تفاصيل انه بده يكون في اثباتات بطرق معينه باشكال معينه. انما بمحكمه العدل الدوليه ان جميع وسائل الاثبات متاحه حكما ضمن الصور.
فيديوهات. الفيديوهات، الشهادات، الشهادات الحية، الحية اللي بتصير، الجرحى وغيره. وهذا سلاح موضوع للطرفين، ان هالمنطلق صحيح جنوب افريقيا رح تعتمد على هيدي المواضيع، على الفيديوهات وعلى الصور وعلى شهادات الفلسطينيين اللي جابتهم، ولكن بالمقابل دولة العدو الاسرائيلي كمان يحكى انه رح تعرض الصور والفيديوهات اللي صارت ب 7 اكتوبر، رح تجيب اهالي الاسرى الموجودين هنيك، رح تعمل نوع من ضغط مقابل على هذا الموضوع. طب العدد بيفرق؟ يعني إذا أبداً. إذا مثلا في 3000 قتيل للإسرائيلي مقابل 21 شهيد للفلسطيني، 21 ألف، هل الرقم بيفرق أو ما كتير المحكمة بتاخد بالأرقام؟ ما هي منا معادلة أرقام مين بوج مين، بس يصير في الشروط اللي حكينا عنها تنطبق الإبادة. بس اليوم الفكرة أنه مش أنه اليوم إذا الدولة، عفوا، إذا أحد المنظمات العسكرية ارتكبت، ولا نقول ارتكبت أيضا جرائم إبادة جماعية، يعني مسموح لدولة إسرائيل ترد بجرائم إبادة جماعية. هذا شيء يعني المبدأ اللي قالته جنوب أفريقيا أصلا، المبدأ ساقط، مبدأ 100%. جنوب أفريقيا قالت بغض النظر عن الفعل المدان يلي عن لسانها بنقول يلي قامت فيه حركة حماس بسبعة أكتوبر، ويلي قتل عدد معين من المواطنين الإسرائيليين، مستوطنين مستحسن. إنما ما بشي ببرر إنه دولة العدو الإسرائيلي إنها ترتكب مجازر. استاذ، هون بدي روح اكثر تاسال، اذا حضرتك عم تقول الهدف من هذه الدعوه انه يكون صح. اصدار قرار مؤقت حاليا واداني بعدين 100%. نعم. اذا القرار المؤقت ما بعرف قديش وقت بوقف الاعمال العسكريه، قديه وقت ممكن؟ يعني هلا الجلسه الثانيه، هلا صار في جلستين، الجلسه الاولى نهار الخميس للادعاء، والجلسه الثانيه نهار الجمعه امبارح للدفاع. نعم. وكل واحد أصدر أدلة بإفات بعفوا بإدلاءاته، وحتى أكتر من هيك انضم للخمستاشر عضو بالقانون، بيقول بنضم من كل طرف قاضي إلى هيئة المحكمة، يعني انضم طرف من جنوب أفريقيا وانضم طرف من دولة العدو الإسرائيلي. ما في شيء نرجع منقول ملزم بالوقت، ولكن يعني ينتظر خلال أسابيع، لكن ينتظر، لأنه مثلا بيقولوا بعد 15 يوم بنكون نحن طلعنا على المجريات الأمور مزبوط. إلى آخره، ومنحدد جلسة بعد 15 بعد 20 لا بده يتحدد جلسة، وينتظر أنه القرار المؤقت يصدر خلال أسابيع أو يعني أشهر قليلة، لأنه النزاع الموجود، وإذا فعلا ثبتت جنوب أفريقيا أنه في إبادة، لا يحتمل ننطر سنين لحتى ليه وقفوا، يعني تكون خلص يعني شو ما شبقى حدا. نعم. طيب هون إذا أخذت المحكمة قرار في قرار مؤقت، نعم، بوقف الأعمال العدائية، صح، مين بده يطبق؟ هل هون السؤال، لأنه حضرتك قالت أنه المشكلة بالتطبيق، في عنا يعني القرار المؤقت كيف بيصير في تطبيق لإله؟ 100%. اليوم في عنا عندما يصدر القرار، ونأمل أن يكون يصدر قرار بإيقاف الأعمال العسكرية، اليوم في عنا طريقين، يا أما الجانب العدو الإسرائيلي يرضخ طوعيا لهذا القرار ويوقف الأعمال، وأكيد هذا الشيء مستبعد، يا أما ما بينفذها، وساعتها تلجأ الدولة المدعية اللي هي دولة جنوب أفريقيا إلى المرجعية هذه المحكمة، أي إلى الأمم المتحدة، إلى الجمعية العامة، وتطلب منا إصدار قرار بتنفيذ هذا القرار المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية. بيروح على مجلس الأمن؟ بيروح على مجلس الأمن، بيروح على الفيتو، رجعنا ل هلا هون اليوم قديش الدول دائمة العضوية تستطيع
أن تستعمل هذا الحق أخلاقيا وأمام الرأي العام بشكل دائم. يعني اليوم استعملته بس ما كان في قرار محكمة. أصعب أن تستعمله بس يكون في قرار محكمة، لأن اليوم بيكون في عندك إدانة وبرضه عم تجي أنت بعكس الإدانة، حيصير في نقمة رأي عام عالمي حول هذا الموضوع. وبعتقد أنا بينعمل ضغط لإيقاف الأعمال العسكرية نوعا ما، يعني لو ما طلع القرار 100% مثل ما هو ولكن بيطلع في قرار. نعم. طيب استاذ مارون، خليني استنتج شغلة. اليوم هيدا الضغط موجود بالإعلام، يعني شفنا مبارحة تحركات أمام محكمة العدل الدولية، شفنا مسرحيات انعملت كتير نتواكب هيدا. شو بينفع وكيف بينصرف هذا الضغط والرأي العام اللي صار عنده وعي إضافي لهيدا، كيف بينصرف داخل المحكمة أو ينصرف بالسياسة؟ بالداخل المحكمة اليوم هدف العالم أنه يشكله نوع من يوضح الصورة أكتر، إضافة للإدعاء يوضح الصورة لأعضاء المحكمة، وهيدي شغلة بتصير وين ما كان. يعني حتى بلبنان بقضية كبرى بتلاقي صار في مظاهرات حد المحكمة، نوع من ضغط على المحكمة. طيب بس إنه في 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 رأي عام، والقاضي كتير بيتأثر بالرأي العام، وأصلا القانون بيسمح له ياخد بعين الاعتبار بمدى الجرم، إذا هل قد الجرم قاسي بيعلل عقوبة على الآخر، وإذا كان الجرم خفيف أو النتيجة الجرمية خفيفة بيخفف الحكم على الآخر. بس صار شو حكم الشعب؟ ما هو أصلا الحكم باسم الشعب. أوكي، بس حكم الشعب يعني أوقات في روح الشعب إلى محل ما له خاصة بالعدالة. يعني صح، يعني براباس مظبوط. هوني فلت لأنه حكم الشعب قال أنه صلبوه صلبوه، يعني أنه أكيد مش دفاعا عن إسرائيل بس عم بحكي عن لبنان. هوني حكمة القاضي بتكون ونزاهته وتجرده بيلعبوا دور كتير كبير لحتى يقدر يفصل بين الضغط الشعبي اللي عم بصير وبين فعلا الحق اللي 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 مطلوب. نعم. طيب استاذ بالسياسة، معقولة حدا بقول بده ينزل اسرائيل عن الشجرة، بالسياسة ممكن تنزل اسرائيل عن الشجرة عبر قرار مؤقت وبالتالي يروح الى التطبيق ويكون، أو صعبة بسلوك إسرائيل يكون في هيدا الشيء؟ يعني بالسياسة ما قدروا يعملوا شيء هلأ. بالسياسة حاليا الواضح أنه ما في أي قرار صدر، ولكن مثل ما بتعرف في ضغط كتير كبير حتى بالداخل الكيان الإسرائيلي، حتى بداخل دولة الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي بدنا نقول حاليا هي أكتر شخص واقف بجنب الكيان الإسرائيلي، في حتى ضغوطات داخلية حول هذا الموضوع. يعني اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية بكثير من المحلات منعت أو أوقفت أو ضغطت حتى على العدو الإسرائيلي لما يعمل عمل ولو صغيرة بسبب الانتخابات اللي عم بتصير طبعا عندهم. بده يصير يعني كله بالسياسة، كله بيتواصل. هلا بالسياسة بتسأليني ممكن تنزل، ممكن يصير في شيء قرار او ممكن اي شيء، انا عم بحكي قانون هون بس بتجرد لنزيح على جنب ندفه. بالسياسة كل شيء بصير. اليوم بالسياسة اللي في امل منه 1% بكره ممكن يصير 100%، فما حدا في يعني يجزم يتكهن او يجزم. ما في مثل بقول السياسة ما إلى رب. مزبوط. ما هي ما هي هي فن الممكن. يعني ما فيني اعطي يعني، بس انا بقول ان شاء الله. نعم. ان شاء الله يطلع شيء. تبعت امبارح واولت امبارح اكيد الجلسات، شو تقييمك بشكل عام بالادعاء وبالدفاع؟ لكن بالادعاء كان الملفت التجهيز القانوني التام لدولة جنوب أفريقيا. الدعوة اللي مقدمتها من 84 صفحة مبكلة، سواء بالأدلة سواء بالقانون
سواء بالشهادات. حتى أكتر من هيك امبارح بيجوا أحفاد نيلسون مانديلا على المحاكمة لحتى يعطوا أيضا شهادة رمزي. لتشوف هالرمزية قديش اليوم هاي المحاكمة لح تكون محاكمة العصر بين وجهين في هذا العالم. وجه يلي وجهين تعرضوا يعني الشعب اليهودي من أكيد لأنه دولة إسرائيل ما بتمثل كل الشعب اليهودي بس الشعب الجنوب أفريقي والشعب اليهودي. وللمفارقة أنه شعب الجنوب أفريقي أصبح داعم للمظلوم ومن تاني ميل دولة العدو الإسرائيلي أصبحت الظالم برمزيتها. الادعاء الجنوب أفريقي كان كتير موفق، كان كتير مجهز ملفه وفعلا فعلا كان متفوق على المدعى عليه. من ميل تاني عجز الدفاع العدو الإسرائيلي عن إثبات فعلا انه ما في ارتكابات خاطئة بحق الشعب الفلسطيني. حتى الدفاع في أكثر من مكان تلعثم أثناء الإدلاء بدفاعه، وهيدي لك كثير دلالات وخاصة منقولة مباشرة، يعني كانت 100% يعني بغض النظر إذا واحد محضر أو واحد شاغل أو هذا، بس مجرد ما إرباك يكون في يعني توتر في إرباك في كذب وهذا الشيء عم يدفع لدولة العدو أنها تاخد إجراءات جديدة. يعني مثل ما قلت لك رح يجيب عوائل الأسرى عندهم وغيرهم، حتى عوائل القتلى الإسرائيلية. بس بعتقد اليوم بدنا نقرأ هلأ خلال هالأسبوعين القادمين قديش وتيرة الهجوم يلي رح يكمل أو رح يخف أو غيره، بنعرف مدى تأثير يعني المعنوي الهجوم الميداني. يعني قصدك إذا خف أي وبطل استهداف المستشفيات ومدنية وغيره، بتكون المحكمة عقدت جزء من دولة، بيكون الادعاء يلي صار من قبل دولة جنوب أفريقيا أوصلت إلى نتيجة، ولو نتيجة مؤقتة معنوية. ولو نتيجة بدون قرار مباشر، ولكن بتكون وصلت لنتيجة معينة. كنت سألت أستاذ مارون أبو كاسم أنه إذا حدا ننضم إلى دولة جنوب أفريقيا، البعض قال نحن وننضم إليها، هي رفضت آخر شيء لأنه مزبوط. قيل أنه آخر دقيقة عم تخبرونا هيدا الشيء ونحن رايحين إلى فيه 100%. إذا اليوم انضم أكثر عدد دول إلى جنوب أفريقيا، هل لهذا تأثير أكثر في المحكمة أو لا بقدم ولا بأخر؟ أكيد ما بيقدم ولا بيأخر، لأنه الوقائع اللي أدلي بها ما بتصور لح يزيد ويأخر. جنوب أفريقيا رفضت ينضم حدا لها منعا ليكون في مثل ما بيقولوا أكتر من راس بهيدي المحاكمة، لأنه بتعرف اليوم المدعي هو يملك الحق بالاستمرار بالدعوة أو الرجوع عنه. طبعا وفي تفاصيل بتقديمها، يمكن يكون في الأطراف كل واحد عنده رأي، ما بدها تخلي أي طرف يستغل سياسيا هذا الوضع حتى يصير يعمل اتفاقيات دور أو جانبية أو غيره، فبدها تخلي الأمور كلها مثل ما هي اتجهت. وبتقول إذا حدا عنده شك ويروح يتشك كمان، بس لدعوتي ما قبلت حدا ينضم معه. أكيد إذا صار في تأييد لهيدي المحاكمة من الدول، مش انضمام، تأييد بس، هو تم تأييد الدعوة من عدة دول نحكي إذا صار في تأييد بعد أكبر وأكبر وأكبر، حكما بيساعد ليقول أنه فعلا هيدي الدعوة محقة. بس بالنهاية القرار يصدر عن هذه المحكمة، عن هؤلاء القضاة، بياخدوا قرارهم إما بالإجماع أو إما بالأكترية. يجب أن يكونوا مجردين من أي خلفيات، يقروا الوضع قدامهم وبيصدروا قرارهم. نعم. متر بعد لازم نحكي شيء ما حكيناه بهالخمسين دقيقة يلي عملناها، إنه عملنا جولة بشكل عام عن كل الموضوع.
ما بعتقد بقى في اي شيء نضيفه. كل اللي بحب اقوله انه ان شاء الله هالاعمال تتوقف والمعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني تنتهي باي حل بس تنتهي، وان شاء الله الاعمال العسكرية اللي ايضا عم تصير بالجنوب اللبناني تتوقف، على امل انه ما يصير في حروب، وعلى امل انه كل الحروب تتوقف، مش بس الحرب بغزة، حرب باوكرانيا، حرب بكارباخ بارمينيا، وكل النزاعات المسلحة تتوقف، وعلى امل انه يصير في عنا بلبنان دولة قوية على رأسها رئيس جمهورية ينتخبوه يكون قوي ويعيد لم وتقوية هذه الدولة لحتى ليرجع لبنان ريادة لدوره الريادة سواء على المجال الإقليمي أو على المجال الدولي وخاصة بالأمم المتحدة. ومثل ما كان لبنان عضو مؤسس ومقر لهذا الميثاق بالأمم المتحدة يرجع يلعب دوره، وليش لا هو يكون صاحب المبادرة لإيقاف مثل جنوب أفريقيا لاتجاه للعدالة الدولية ولإيقاف الحروب يلي بتصير. شكرا لك المحامي في الاستئناف الاستاذ مارون ابو كاسم. انا بس بدي اختم، البعض بيقول انه ما في عداله على الارض، ربما، وربما العداله الحقيقيه هي موجوده بالسماء، وربما العداله هي جزئيه او نصفيه او رقميه او الى اخره، بس بقى عنا هدف انه نسعى الى العداله، وهيدا اللي بفتكر عملته جنوب أفريقيا، وعم يسعى كل واحد منا يحصل على حقه عبر المحكمة وليس عبر القوة. شكرا لك، شكرا كيفورك، شكرا هاجوب، شكرا للأصدقاء المستمعين، وإلى اللقاء عبر صدفان.